مرحبا، يفضلك. شكرا سي غازي. شو اللي صار؟ شنو هي الحكايه؟ شفنا تصاور الحقيقه ما صدقناش. واحد يقوم الصباح الجنان نتاعو يلقى الكرمات نتاعو مقصوصين. شنو اللي صار لك بالضبط؟ شنو الاعتداء هذايا وعلاش قاعد يصير هكا؟ ولايه العاده المراه عندها عاده انها تمشي للجنان باش تسقي وتغبر شويه هكا وتعزق شويه، عامله كيف عليه الجنان. لقينا المرة هذه كي مشات تلقى أربع كرمات مقصوصين ومعاهم عندها كيس مقصوصة. روحت حالة معناتها هي ديجا تو حتى اليوم والله وهي تبكي على خاطر المجهود نتاع 13 سنة. 13 عام واحد يغرس ويكبر 13 سنة وهي فهمت عليها كي يجيونا ضيوف في الصيف ولا حاجة وكا نلقاو باش نفطروا جوهنا بتعيدة كرموس فهمت عليها بنقود علب نلقاو فهمت عليها باش نذوق العدد هذاك الضيوف نتاعنا غلط طرقنا ولا حاجه. المره هذيك مشات بنو شيء مؤسف. يعني شو الشماته هذه؟ معناتها واحد شاد قصص هذا من قروحنا من قلبها، يعني من عليه هكا؟ معناتها شنو اللي صاير؟ شكوني هذوما اللي قاعدين يعملوا هكا؟ والله انا نتوجه بنداء لكل المسؤولين فهمت عليها، لكل المسؤولين الحفاظ فهمت الله في الحفاظ على المنطقه الفلاحيه فهمت اللي جات الاعتداءات اللي جات صايره على المنطقه الفلاحيه متكررات حرايق توا في نفس الليله قصوا الكرمات حرقوا التيوات جوتا جوت حرقوا نخل داير هكا في وحلفه واحد شنو الانتريه نتاع الاعمال التخريبيه هذه ما عرفتش. هذوما كلهم تعارضكم انتوما ولا فما ناس اخرين معناتها صارت لها نفس الحكايه؟ لا نفس عامة الناس. فهمت مش انا بشخصي. اعمال عبثيه معناتها ما عندهمش بونتو بك انت في حد ذاتك، يعني عندهم بونتو بالفلاح. هما مش الاعمال عبثيه. ما هيش البونتو. بونتو واحد ينجم يواجهك ينجم ياخذ حقه من ذيك. اما تعتدي على الشجره تسبح الرب، علاش تعتدي على الشجره تسبح الرب؟ معناتها قصوا كرم، قصوا عنب، حرقوا نخل، حرقوا حلف هكا. هذا اللي قاعد يصير في قرقنا بعد توا. لا وكيما صار قبل قصوا زيتون عملوا كرم كيف فهمت اعتدى عليه سيرتو هاك الزيتون الصغير قول هذاك تندرج في اطار المشاكل على الاراضي وعلى النزاعات على الارض. فهمت وانتم ما عندكم نزاع على الارض نتاعكم ولا ما عندكمش؟ لا انا مالك فهمت مالك الارض نتاعي مالكم نتاعكم معناتها وشريتها فهمت شريتها بالشراء وعندي انا شريها من 2008 معناتها ما عنديش فيها حتى نزاع بالنسبه للارض ما عنديش فيها حتى نزاع. فقط هي اعمال تخريبيه عبثيه. والامن نلقاوهم هذوما ولا يجوا في الليله هذوما ولا في النهار الساعه؟ لا هذه صارت مع الفجريه، الحكايه صارت مع الفجريه. فجر اي صارت مع الفجريه. نحب تعرف عليهم الامن ولا مازال؟ لا الامن شوفوا ما فماش حاجه مجهوله في الدنيا هذه. باش فما حاجه مجهوله في الدنيا معناها انتم عندكم شكوك في بعض الاشخاص. كي تدخل الاوساط الشعبيه راك تعرف التركيبه المجتمعيه، راك تعرف شكون السارق وشكون الحراق وشكون المجرم وشكون فما حد شيء. ما تحب تقول لي هما معروفين شكون في الاخر، فقط الامن يلقى عليهم القبض وكهو. هو السيستم هو فهمت ولا هو اللي يحمي في التخريب. هذا هو السيستم هو اللي يحمي فيه. ما يا اخي تو فما برشا مظالم وفما برشا تشكيات ما ناخذوش احنا فهمت لا برا امشي قدم قضيه رسميه وعند محامي وجيب فهمتني ولا وقاضي وبعدين ياخذ قدام القاضي عملت شكل حاجه لا ما عملتش ما لا فما ادله لا فما براهين لا فما قرار معناها تعقيدات اداريه فلا هذا اللي انتم تتشكوا منه. كيفاش باش تلقى حقك؟
هذا اليوم بديت ان شاء الله تاخذوا حقكم على قريب ان شاء الله. هو ني دائما هوني كل السلطات الامنيه للتحرك في هذا الموضوع، لانه اليوم ما عنده حتى ذنب شجره سبح ربي انه واحد يقوم بالصباح يلقاها مقصوصه تسمعوا في قال عرق وشقام تاع 13 سنه، اليوم نلقاها مسويه بالارض. نختموا تود شويه.